في 1.5، نحل كم سؤال من 1.5؟ السؤال الأول، السؤال 3، الفرع اي ايش بيقول لي؟ if x زائد y is even then x and y have the same parity. طبعا proof by contradiction. سؤال رقم 3، سؤال رقم 3 e proof by contraposition. Proof by contraposition. إذا كان فرع e if x زائد y is even, if x زائد y is even, then x and y have the same parity. The same parity. الاثنين هم نفس النسق من حيث الزوجية والفردية. Proof. طبعا بدنا نقول الكونتربوزيشن تبعها هذه جملة شرطية، يبقى P تؤدي إلى Q، يبقى not Q يؤدي إلى not P. هاي P لحد هنا، هذه P هاي يؤدي إلى، وهنا إيه Q. X and Y have the same parity. يبقى نقول we prove X and Y have different parity implies ان ال x زائد y is even. طبعا احسن انه ال x زائد y يشملها is odd. تمام، طبعا different parity يعني هنا without loss of generality. Without loss of generality assume x is even and y is odd. Then x يساوي 2k والk بتنتمي إلى z، والy تساوي 2k زائد أو 2r، مينفعش أحط التنتين k، 2r زائد 1 والr بتنتمي لz. يؤدي ذلك أو so x زائد y تساوي 2k زائد 2r زائد 1 والr بتنتمي لz. So x زائد y تساوي 2 في k زائد r زائد 1 والk زائد r مالها بتنتمي لz. Therefore x زائد y is odd. And therefore x and y have different parity implies انه x زائد y is odd. Thus الآن الجملة الأصلية x if x is زائد y if is even, if x زائد y is even then x and y have the same parity. طبعا احنا البرهان الأساسي هذه P implies Q equivalent لا not Q implies not P. خلينا نكتب نكتبها لما أثبت هذه. طبعا دول equivalent، أنا أثبت هذه فصارت هذه إشمالها مثبتة وصحيح، مثبتة وصحيح. سؤال ثلاثة بس الجزء اللي نحل منه. سؤال أربعة برضو proof by contraposition. سؤال أربعة proof by contraposition. لكل x ينتمي لل r. السؤال رقم a، x تربيع زائد 2x اقل من 0،
x تربيع زائد 2 x أقل من 0 يؤدي إنه ال x مالها أقل من 0. هذا اللي هو رقم فرع إيه؟ فرع إيش؟ إيه؟ تعمل بروف. بدنا نقول باي كونتربوزيشن طبعا الآن هاي بي وهي تؤدي إلى كيو. الحين بدي أقول نوت كيو. نوت كيو يعني إيش معناها؟ إكس أكبر أو يبروف إكس أكبر أو يساوي زيرو إمبلايز إن إكس تربيع زائد اتنين إكس برضو أكبر أو تساوي زيرو. طيب أجي بقول والله الإكس أكبر أو يساوي زيرو، يؤدي ذلك إنه الإكس تربيع أكبر أو تساوي زيرو، وكمان الاثنين إكس أكبر أو تساوي زيرو، لأنه الإكس أكبر أو تساوي زيرو لما أضربها في اثنين هتضل برضو أكبر أو تساوي زيرو، ومجموع عددين غير سالبين هو عدد غير سالب، يؤدي ذلك إنه الإكس تربيع زائد اثنين إكس كمان مالها أكبر أو تساوي زيرو. Therefore x أكبر أو يساوي 0 implies إنه x تربيع زائد 2 x أكبر أو يساوي 0. Thus إذا كان x تربيع زائد 2 x أقل من 0 هذا يؤدي إنه x مالها أقل من 0. خلص هذا الجزء. إيش نشوف الفرع b. الفرع b إيش بيقول لي؟ بيقول لي إذا كان f x تربيع ناقص 5 x زائد 6 أقل من صفر يؤدي ذلك أن الإكس أكبر من اثنين وأقل من ثلاثة. طبعا هذه معناها إيش؟ يؤدي ذلك أنه إكس أكبر من اثنين and إكس أقل من ثلاثة. فصلتها لأنه الأند في التناقض الآن، أو لما تعمل نفي لهذه الجملة أو تجيب الدين عليها بتصير الأند هذه مالها؟ بدها تصير إيش؟ أور. وطبعا وي بروف by contraposition. الآن x أكبر من 2 إيش معناها؟ معناها إنه x we prove x أقل أو يساوي 2 or الآن، ها الآن صارت or x أكبر أو يساوي 3 implies إنه x تربيع ناقص 5 x زائد 6 مالها أكبر أو تساوي 0. هذا اللي بدنا نثبته. طبعا احنا قلنا P or Q إذا أنت فاكرات أو إذا أنتم فاكرين P or Q implies R، معناها لازم أثبت إنه P implies R لحالها أو Q implies R لحالها. طيب أول حاجة X أقل أو يساوي 2 يؤدي ذلك إنه X ناقص 2 هذه أقل أو تساوي 0. طيب هذه عبارة عن إيش؟ الـ X تربيع ناقص 5 هذه عبارة عن إيش؟ هذه معناها الـ X ناقص 2 في الـ X ناقص 3. لما الـ X ناقص 2 أقل من 0 معناها الكلام يؤدي ذلك كمان إنه الـ X ناقص 3 أقل من ناقص 1. جمعت أنا إيش؟ ناقص واحد لمين؟ للطرفين أقل أو تساوي، هذه أقل أو تساوي لأن هنا في عندي أقل أو تساوي. طبعا هذا إيش ماله؟ أقل من صفر، فصارت عندي الإكس ناقص اثنين أقل أو تساوي صفر والإكس ناقص ثلاثة أقل من صفر، يؤدي ذلك إنه الإكس ناقص اثنين في الإكس ناقص ثلاثة واحد أنا السالب والثاني إيش ماله؟ نون نيجاتيف. فإيش معنى الكلام؟ حاصل ضرب سالبين إيش هيطلع؟ موجب. لو كان واحد فيهم صفر هيطلع الناتج صفر، فهيطلع هذا ماله أكبر أو يساوي صفر. معناته الكلام إنه الإكس تربيع ناقص 5 إكس زائد 6 أكبر أو يساوي صفر. طيب نشوف الثانية الآن. لما أقول إكس أكبر من 3 أكبر أو يساوي 3، معناته الكلام إنه الإكس ناقص 3 أكبر أو يساوي صفر. طبعا هي الأكبر من 3 هي أيضا أكبر من إيش؟ ما هي من 2. يعني هنا الإكس كمان إكس أكبر أو يساوي 3 يؤدي ذلك إنه الإكس أكبر من 2، أكبر تماما من 2. لما يكون أكبر أو يساوي 3 هيكون إيش ماله؟ أكبر تماما من 2. معنات الكلام and so الإكس ناقص 3
في ال x ناقص 2 مالها هذه حتصير عندي أكبر أو يساوي صفر. So أو then اللي هي x تربيع ناقص 5 x زائد 6 أكبر أو تساوي صفر. في الحالتين صار عندي هنا ال x تربيع ناقص 5 x زائد 6 أكبر أو يساوي صفر. هتصير عندي الآن therefore اللي هي الآن x أقل قلنا من قديش x أقل من 2 or x أقل أو يساوي 2 or x أكبر أو يساوي 3 أقل أو يساوي 2 or x أكبر أو يساوي 3 implies إن ال x تربيع ناقص 5 x زائد 6 مالها أكبر أو يساوي 0 and thus الx تربيع ناقص 5x زائد 6 أقل من 0 implies أن الx أكبر من 2 وأقل من 3. الx أكبر من 2 وأقل من 3. طيب نشوف سؤال الخمسة الفرع A. سؤال خمسة إيش بقول لي؟ بقول لي السيركل has center 2 و 4. السيركل has center 2 و4. prove that واحد فرع ايه prove لما الواحد وناقص 5 ناقص 1 و5 or 5 و1 مش or هذه and 5 و1 are not both on the circle. ايش يعني or not both؟ يعني لو كانت في واحدة فيهم على الدائرة حتكون الثانية من وين؟ ليست على الدائرة. فاحنا بدنا نفرض انه في الأولى مثلا على الدائرة ونبرهن انه الثانية ليست على الدائرة. Proof assume انه ناقص 1 و5 on the circle. طبعا السيركل هذه عبارة عن ايه؟ هي مركزها، مركزها x ناقص 2 تربيع زائد y ناقص 4 تربيع بيساوي r تربيع. طبعا we prove انه 5 و 1 لا تنتمي doesn't lie on the circle. الان بدي اجيب انا ايش؟ فرضت أنا ناقص 1 و5 على الدائرة، ما دام ناقص 1 و5 على الدائرة، يبقى تحقق إيش؟ المعادلة. يبقى we find طبعا ناقص 1 و5 on the circle. So الآن x بناقص 1 هي ناقص 1 ناقص 2 تربيع، تحقق معادلتها يعني زائد الخمسة ناقص 4 تربيع يساوي الآر تربيع. يؤدي ذلك هنا 3 تربيع ب9 وهنا 1 تربيع ب1 10 يساوي ال r تربيع 10 بيساوي ال r تربيع. يجي معناته الكلام so معادلة الدائرة هي كالتالي x ناقص 2 تربيع زائد y ناقص 4 تربيع تساوي اللي هو ايش 10 is the circle equation. طيب الآن إذا حققت النقطة 5 و1 معادلة الدائرة بتقع عليها، إذا لم تحققها لا تقع عليها. نشوف الآن for the point for 5 و1 الآن نشوف هنا 5 ناقص 2 تربيع زائد 1 ناقص 4 تربيع يساوي 5 تربيع 3 تربيع ب9 زائد هنا كمان 1 ناقص 4 برضو 3 بالناقص تربيع 9 زائد 9 يساوي 18 لا يساوي اللي هو 10 اللي هي R تربيع يعني. So معنات الكلام انه ايش؟ النقطة لا تقع على الدائرة 1 و5 لا تقع لا تنتمي إلى السيركل لا تنتمي إلى ايش؟ السيركل ده السيركل لا تنتمي إلى وين؟ إلى الدائرة.
طيب نشوف السؤال رقم بي من نفس السؤال. السؤال رقم بي ايش بيقول لي؟ السؤال رقم بي بيقول الآن، بيقول prove that the radius is less than 5 then the circle does not intersect the line prove that B prove that if the radius less than 5 if the radius less than 5 the line then the circle doesn't intersect the line لو ايش واي يساوي اكس ناقص واي تساوي اكس ناقص ست. طيب solution assume the line intersect the circle. طيب assume the line intersect the circle. الآن اللي عندي هي x ناقص 2 تربيع زائد ال y ناقص 4 تربيع تساوي ال r تربيع. الآن عشان هذا الخط يقطع لازم تكون ال y بتساوي x ناقص 6 تتعوض هنا بدها تساوي ايش؟ ال r تربيع بدها تساوي ايش؟ ال r تربيع. طيب then x ناقص 2 تربيع زائد ال x ناقص 6 ناقص 4 تربيع تساوي r تربيع. then ال x ناقص 2 تربيع زائد ال x ناقص 10 تربيع تساوي ال r تربيع. بدنا ايش؟ x تربيع ناقص نفكفكها ناقص ال 4 x زائد ال 4 زائد ال x تربيع ناقص ال 20 x زائد ال 100 تساوي ال r تربيع. بنجمعها 2 x تربيع ناقص ال 24 x زائد ال 104 ناقص ال r تربيع بتساوي صفر. صارت الآن عندي بدنا نشوف الآن قيم x، ما احنا نقولها intersect لازم ايش يعطيني ايش؟ لازم يكون لها حل. هذه طبعا متى بيكون لها حل؟ لما يكون البي تربيع ناقص 4 اي سي اكبر من صفر. خلينا نجيب البي تربيع ناقص 4 اي سي ايش ده تساوي؟ 24 تربيع ناقص اللي هو ميز يعني ناقص 4 4 في 2 في 104 ناقص الار تربيع. ايش هتساوي هذه؟ هذا هتساوي عندي 576 ناقص 4 في 2 ب 8 في 104 ب 832 ناقص 8 آر تربيع يساوي قديش هتساوي عندي هذه؟ 8 آر تربيع أو 256 هذه زائد أنا ناقص هذه زائد هذه زائد هنسوي عندي 8 آر تربيع ناقص اللي هي 256 وتساوي 8 في الآر تربيع ناقص 32. الآن if r أقل من 5
then R تربيع صار عندي أقل من 25 and المقدار هذا 8 في R تربيع ناقص 32 أقل من 0 and the equation هي الإيكويشن هذه خلينا نسميها إيش؟ نسميها ستار هذه. The equation star has no solution. يبقى صار عندي إيش؟ contradiction. صار عندي تناقض لأنه لازم يكون عندي أنا إيش؟ لها solution x قديش بتساوي الواي يساوي لأنه أنا فرض إنهم إيش؟ بتقاطعوا. يبقى contradiction so the line doesn't intersected هو ايش the circle doesn't intersect the circle. طيب نشوف في الفرع 7 سابوس او سؤال 7 سابوس a b c و d are positive integers بص في انتجاز يعني بينتموا لمين؟ للان بينتموا للان. طيب ناخذ منها لو الفرع بي فقط فرع بي ايش بيقول؟ بيقول اي زائد واحد divides بي and بي divides ب زائد 3 if and only if يبقى عندي ثنائي ايش الشرط if and only if a تساوي 2 and b تساوي 3 البروف تبع اول حاجه بدنا نقول اول حاجه we prove a زائد 1 divides b و b divides ب زائد 3 implies ان ال A تساوي 2 وال B تساوي 3 وال B تساوي 3. طيب الآن A زائد 1 divides B و B divides ال B زائد 3 implies أنا بدي أخذ هذه قبل B B divides B زائد 3 implies أن B زائد 3 تساوي R B وال R بينتمي لل N لأنه إحنا هنا يقولنا إيش positive integers وأيضا ال A زائد 1 divides B وال B تساوي مثلا K في ال A زائد الواحد وال K بينتمي لل N. طيب ناخذ واحد واحد الآن ال B زائد 3 بتساوي R في B وال B معناته الكلام عندي بدي اخذ هذه لحالها B زائد 3 تساوي R B وال R تنتمي لل N implies انه 3 شيل ال B على الشقة الثانية 3 تساوي R B ناقص B وال R بينتمي لل N معناته الكلام انه 3 تساوي R أو B في R ناقص واحد وال R بينتمي لل N طبعا الثلاثة هذه فيش إمكانية هذا عدد اللي تكون ثلاثة في واحد فيش غير هيك يعني ثلاثة في واحد يؤدي ذلك أنه ثلاثة في واحد تساوي B في R ناقص واحد وال R بينتمي لل N ليش هذه فيش لأنه إحنا قلنا مين ال R تنتمي لل N وبالتالي الكلام هذا فيش إمكانية إما ال B تساوي ثلاثة أو ال B تساوي الواحد فيش حل تانية so either b تساوي 3 or b تساوي 1 الآن أنا عندي إيش بدنا نوقف هنا الآن عندي a زائد 1 divides b a زائد 1 divides b زي ما قلنا قبل شوي يؤدي ذلك أن ال b تساوي k في ال a زائد 1 b تساوي k وال k بينتمي لل n الآن if b تساوي الواحد then واحد تساوي k في ال a زائد واحد وال k بينتمي لل n
معناه الكلام A زائد واحد طبعا هذه واحد، يعني واحد في واحد، يبقى A زائد واحد ايش هتساوي؟ واحد. يؤدي ذلك ان ال A تساوي صفر، وهذا ايش يناقض ان انا بالفرض قايل A و B و C ما لهم positive integers which is contradiction which is contrad which a which contradicts that A بينتمي لل N. So ال B مالها لا تساوي الواحد، يبقى معنى الكلام الآن if B يساوي ثلاثة، if B الآن يساوي ثلاثة، الآن ال B تساوي ثلاثة، وين وصلنا هنا؟ يبقى ثلاثة يؤدي ذلك إنه ثلاثة تساوي ال K في ال A زائد الواحد، ماشي، وال K بينتمي إلى ال A. يبقى إما الثلاثة تساوي A زائد واحد، أو الثلاثة تساوي أو الواحد يساوي A زائد واحد. طبعا either ثلاثة تساوي ال A زائد واحد، or ثلاثة أو واحد يساوي A زائد واحد. طبعا واحد زائد يساوي الواحد، هذا إيش؟ مرفوضة. ليش؟ لأنه ال A بتساوي هذا rejected، هذا rejected زي قبل شوي rejected. معناته الكلام so، لأنه ال A هتساوي صفر معناته مرفوضة. So ثلاثة بتساوي إيش؟ ثلاثة تساوي ال A زائد واحد، and so A تساوي اثنين. يبقى الحين أنا إيش؟ Therefore B تساوي ثلاثة and A تساوي اثنين. طيب خلصنا الجزء هذا. Conversely الآن، conversely assume إنه that B تساوي ثلاثة and A تساوي اثنين. ايش بدنا نبرهن الآن؟ بدنا نبرهن انه ال A زائد واحد divides B. طبعا A زائد واحد، so A زائد واحد يساوي اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة، and ثلاثة divides ثلاثة، so ثلاثة divides B، أو B divides A زائد واحد، A زائد واحد divides B. ليش؟ لأن ال A زائد واحد هنا بتساوي ثلاثة، وال B ثلاثة، فال A زائد واحد divides B. طيب نشوف الثانية الآن. B زائد ثلاثة إيش بيساوي؟ بيساوي ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة. So B divides ال B زائد ثلاثة. ليش؟ لأنه هذه ثلاثة وهذه ستة، والثلاثة مالها؟ divides الستة. Therefore B يساوي ثلاثة and A يساوي اثنين implies إنه A زائد واحد divides B و B divides ال B زائد ثلاثة. thus وبكتب الجملة ال if and only if اللي هي الرئيسية، الجملة إيش؟ الرئيسية. طيب هذا سؤال سبعة، سؤال سبعة خلاص بكفي. نشوف سؤال ثمانية، شوف سؤال رقم ثمانية إيش بيقول لي. Let M و N be integers. M و N be integers. Prove that M و N have different parity if and only if الانتر بي ناقص الانتر بي is odd. انتر بي ناقص الانتر بي is odd. بروف، يبقى انا اف اند اول اف، يبقى في عندي ايش؟ في عندي اللي هو اتجاهين. طيب وي بروف، اول حاجه وي بروف ام و ان هاف ديفرنت باريتي امبلايز ان الام تربيع ناقص الان تربيع is odd without loss of generality. Assume
M is odd and N is even. Then M تربيع is odd and N تربيع is even. طبعا هذا ايه كتير حكينا عنه. Therefore طبعا حاصل طرح عدد زوجي وعدد فردي هو عدد فردي. Then M تربيع ناقص N تربيع is odd. طيب خلصنا الآن الجزء الأول. Therefore M و N have different parity. يؤدي ذلك أن الـ M تربيع ناقص الـ N تربيع is odd. طيب الآن بدنا نبرهن الجزء الثاني. Conversely we prove M تربيع ناقص N تربيع is odd. يؤدي ذلك أن الـ M and N have different parity. بدنا نبرهن بالcontradiction. Contradiction يبقى ايش؟ assume M تربيع ناقص ال N تربيع is odd and طبعا جملة شرطية نفيها تثبيت المقدم ونفي التالي. M و N have the same parity. أول حاجة M و N are even. يؤدي ذلك إنه الـ M تربيع is even. أو ممكن أقول والله ماشي M تربيع is even and N تربيع is even. يؤدي ذلك إنه الـ M تربيع يساوي مثلا 2K والـ K بينتمي للـ N والـ N تربيع تساوي 2R والـ R بينتمي للـ N. بس في الـ N أو الـ Z integers ينتمي للـ Z للـ Z لأنه قال integers ما قالش ينتمي للـ Z. معناته الكلام إنه الـ M تربيع ناقص الـ N تربيع بدها تساوي 2 في K ناقص الـ R والـ K ناقص الـ R بينتمي للـ Z. معناته الكلام من الـ M تربيع ناقص الـ N تربيع is even. contradiction. ليش؟ لأن أنا بفرض بالفرض إنه إيش إنه الـ M تربيع ناقص الـ N تربيع is odd. أنا assume M تربيع ناقص الـ N تربيع is odd. هاي الـ Q وهذا مين وهذا not a Q. الآن هذا كيس واحد طبعا. هذا كيس واحد يعني خلينا نقول هنا consider two cases. هذه الأولى. الثانية M و N are odd implies أن الـ M تربيع والـ N تربيع are odd implies أن الـ M تربيع تساوي 2S زائد 1 والـ N تربيع تساوي 2M زائد 1. استخدمنا الـ M؟ لا بلاش الـ M. 2Q مثلا زائد 1 والـ Q بينتمي إلى R. يؤدي ذلك أن الـ M تربيع ناقص الـ N تربيع تساوي 2 في الـ S ناقص Q والـ S ناقص Q بينتمي لمين؟ لـ Z. ينتمي لـ Z. يؤدي ذلك أن الـ M تربيع ناقص الـ N تربيع is even. يبقى هنا إيش؟ contradiction. Therefore by the two cases اللي هي M تربيع is M تربيع ناقص ال N تربيع is odd يؤدي إنه ال M وال N have different parity. Thus وبرجع بكتب ايش الجملة الرئيسية اللي فيها if and only if. if and only if.
هيك بيكون خلص. هذا ايش السؤال او السؤال رقم 8. شوف سؤال رقم 9. خلي الكليه 9 سهل، ما فيش فيه حاجه يعني. نشوف سؤال رقم 11. سؤال رقم 10 هو نفس الشغل تبعنا تبع جذر الاثنين، طبعا بتغيير ما يلزم، يعني بده تغيير ما يلزم. سؤال 11 ايش بقول؟ 11 11 بدناش نكتبه. ايش بقول؟ there are real numbers x and y and z are chosen between 0 and 1 with x اكبر من 0 اقل من y اقل من z اقل من 1. prove that at least two of the numbers x, y and z are within nos unit from another. ايش يعني بيقول هذا؟ بيقول انا عندي هاي الصفر وهاي الواحد، اللي طبعا هاي اخترنا ثلاث اكس وواي وزد، هاي اكس وواي وزد وهاي خلينا نقول واي وهاي زد. الان ايش بقول؟ بقول والله في اثنين منهم حيكونوا في اللي هي اقل من نص، في فتره اللي هي اقل من نص الفتره، يعني الفتره هذه طولها بده يكون اقل من النص، الفترة بين اثنين حيكون هذه الاكس والواي او الواي والزد حيكونوا في اقل المسافة بينهم اقل من النص، الاكس والواي او الواي والزد حيكون المسافة بينهم اقل من النص. فايش احنا بدنا نفرض الان؟ بدنا نفرض بالتناقض. proof assume the contrary، يعني بمعنى الكلام i.e. الواي ناقص الاكس اكبر او وذ النص أكبر من النص، and ال y ناقص ال z مالها أكبر من النص، لأن ال x احنا قلنا x أقل من y أقل من z. تمام، ماشي الحال. الآن احنا عارفين إنه ال x وال y وال z بين الصفر والواحد، يعني المسافة بين ال x وال z هتكون مالها أقل من واحد. note that المسافة بين ال z ناقص ال x، احنا الاكبر من هنا واي ناقص اكس، الاكبر من هنا زد ناقص الواي، زد ناقص الواي، مين الاكبر؟ هو الواي، زد ناقص الواي. المسافة هذه بين الزد والاكس لازم تكون مالها هذه اقل من واحد، اقل من واحد. ليش؟ لانه كلهم بين الصفر والواحد. الان نشوف، الان المسافة بين الواي والاكس، المسافة بين الزد والاكس زد، الآن زد ناقص واي زائد الواي ناقص الاكس، هذه كلاهما هذه لحالها أكبر من نص، وهذه أكبر من نص، هذه أكبر من نص زائد نص اللي هي حتصير أكبر من واحد. but طبعا اللي هي إيش هذه المسافة اللي يؤدي ذلك؟ إنه زد ناقص الاكس مالها أكبر من واحد، but زد ناقص الاكس أقل من واحد. إيش؟ by hypothesis، بالفرض، لأنه أنا قلت by hypothesis اللي الفرض، يعني إن كلهم ال z وال x وال y كلهم بين الصفر والواحد، وبالتالي المسافة بين z و x هي مالها أقل من الواحد. لو فرضنا إنه هذه y ناقص ال x أكبر من نص و z ناقص ال y أكبر من نص، طبعا هذه ملاحظة إنه الذات المسافة بين z و x أقل من واحد، طبعا سواء بقيمة مطلقة أو غير قيمة مطلقة، لأنه z أكبر من ال x وبالتالي هي أقل من واحد. الآن زد ناقص واي زائد واي ناقص الاكس، هذه أكبر من نص وهذه أكبر من نص، يبقى أكبر من واحد. طبعا هذه الواي راحت مع الواي وظلت عندي زد ناقص الاكس، زد ناقص الاكس مالها صارت مالها أكبر من واحد، لكن الزد ناقص الاكس بالفرض إن هي أقل من واحد، فصار عندي إيش؟ كونتراديكشن. كونتراديكشن، بس اللي هو الفرض تبعي ماله صحيح، الفرض تبعي ماله صحيح. وبهيك خلصنا 1.5.